نعم تحسب ايه؟ جت مثلا انيوال ان طبعا انيوال العوار انيوال ايه؟ ساد لمين؟ لمواصف معين اللي هو مثلا نقول ايه؟ مثلا ام نمبر معين وده نمبر صح؟ كريت ايه؟ كريت فانكشن ده الكي وورد طبعا الرئيسي حلو؟ بعدين ما تنساش ان في اتنين ايه؟ اتنين ريتيرن، اول ريتيرن بقول له ريتيرن لايه؟ لو يعني كبرت شويه عشان يعني مساحه اقول له ايه؟ ده هيريتيرن ايه؟ انا عايزه يرجع لي اني وسال وده هيبقى رقم فده بقى ايه؟ نمبر. هل انت عايز تعرف متغيرات عايز تعرفها تعرفها هنا وهنا بجين واند ممكن اقف كده وممكن اقول اند مسافه ايه اسم الفانكشن اف ان جيت اني وات سيل لو انا عايز اعمل ايه عايز اقول له سيلكت هسيلكت ايه السيل اضربه لي 12 مثلا وعايز احط ده في متغير اسمه الاكس اعرفه طبعا بعد كده from الجدول اللي اسمه m where ان الايه؟ ان ال m number يساوي m بايه؟ number. اجي بقى هنا ما انساش ان انا اعمل ايه؟ اعرف مين؟ اعرف الاكس والاكس ده ايه؟ عباره عن number. ما انساش ان انا هنا اقول له بقى ايه؟ رجع لي مين؟ رجع لي الاكس صح؟ خلاص كومبايند عشان تبان قيمة بقى فعلا اللي احنا كاتبينه ده اقول له ايه select asterisk from الام where ان الام number 7499 كلام مش جديد اديك شويه حاجات طب انا عايز مثلا مش كل ده انا عايز الام نمبر وعايز الاي نيم وهات لي كمان شوف بقى الحاجه الحركه العجيبه دي وعايز كمان دي شوف عايز ايه عايز الفانكشن دي والفانكشن دي بتاخد بارامتر ايه هو اسم رقم الايه؟ رقم المواصل اللي هو هو مين؟ الام نمبر صح؟ حطوا لي هتسميه ايه بقى مثلا؟ اللي انت عايزه انيوال سال ايه ممكن اجيبها كده سطرين ده اللي احنا عايزين ايه ده؟ اشتغل اشتغل طب تعالى عشان تبان لك سلام ورحمة الله وبركاته افترض ان الوير مش موجوده افترض ان الوير مش موجوده يعني المفروض كل يعني كذا مواصل هو هيعمل ايه شوف كده الله 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 خليها برضه ايه عشان تبقى منطقيه كمان حط السالري معاه ادي المرتب الشهري وادي المرتب الايه ايه ده لكل رو لكل رو راح عمل ايه؟ نفذ مين؟ نفذ الفانكشن. هل ينفع اذا ينفع ان انا جوه السلكتايه استخدم ايه؟ هل ينفع جوه السلكتايه استخدم السود بروسيدير؟ الاجابه لا ثم لا ثم برضه ايه؟ لا. ده الاختلاف الرئيسي على فودنك ما بين السود بروسيدير وما بين الفانكشن. الفانكشن ممكن تتحط جوه اس كيو ال لكن السود بروسيدير ستاند الون. صحيح انا اقدر انادي على الفانكشن لوحديها من غير اس كيو ال لكن العكس غير صحيح ما ينفعش تنادي على السود بروسيدير جوه اس كيو ال يعني انا الفانكشن كنت ممكن اعملها كده اقول له begin end
واجي هنا انا عايز الفانكشن اهي للموظف اللي رقمه كام مثلا سي 7 4 9 9. حلو. واقول له الحكايه دي ما تشتغلش، لازم احطها جوه جمله. فاكيد الجمله اللي انا عايز استخدمها هتبقى دي بي ام اس لاين. السلام ورحمه الله وبركاته. اروح واخد مثلا السطر ده كده قط ده كده، واخد ده واحط كده بيست. يبقى انا كده قلت له ايه؟ روح نفذ الفانكشن دي للموظف رقم كذا. هيروح شايل الهلومه دي كلها ويحط الايه؟ الساري. فاروح ايه؟ اطبع السالري. اوكي؟ يجي هنا بقى كده قول له ايه؟ لو سمحت شغل، روح مشغل وجيب لك الايه؟ الرقم. ممكن، فانا ممكن اعمل كده. لكن القيمه بقى الحقيقيه بتتهيألي امتى؟ هو السلكتات. مش لازم احطها في يعني ما بين السلكت والفروم، يعني ممكن احطها في ايه؟ ممكن احطها في الوير، يعني بص. وير ان دي يعني من غير الوير، تعالى نشوف الاول من غير الوير بيجيب لك الناس كلها. طب انا عايز مثلا مرتباتهم لاي مثال اعلى من 20,000. وير ان الهلومه دي اكبر من كام؟ 20,000. هو المفروض يفلتر لي السجلات اهي. طب عايز ارتب من الاكبر للاصغر؟ ممكن اوردر باي حطيتها في السيلكت وفي الفروم وفي الفين وفي الاوردر باي. اشتغلت؟ اشتغلت. خلاص؟ نفس الموضوع وانت بتنسرت، ممكن تقول له انسرت مثلا في السيل، يعني انا ممكن كنت اعمل كده، اقول له انسرت انتو الام. عايز ادخل مثلا ام نمبر والاي نيم، وعايز ادخل سيل صح؟ مثلا سي، ممكن اقول له الفاليوز بتاعتك 300 و300 وشويه، وده اسمه علي مثلا عليوه، والسالري بتاعه هيبقى الفانكشن، واخد الفانكشن دي كلها. ده مرتب سنوي صح؟ هقول لي هات لي المرتب السنوي للراجل 7 4 9 9. ده سنوي كتير قوي، فخده كله على بعضه وقسمه على كام؟ على 12. فاهمين الفكرة؟ شغال، فالدنيا ظريفة. تعالى بقى ناخد مثال مجمع. الكلام ده هتلاقيه صفحات فين؟ أصلا تلاقي صفحة 174 175 176 177. تعالى ناخد كده بقى ايه مثال مجمع. لو انت بصيت معايا 178 و179، بص كده معايا، افتح كده الكتاب بتاعك 178 و179. اول فانكشن فوق بتعمل ايه؟ بتجيب الايه؟ بناء على ايه؟ بتدي له، لو انت بصيت البرامتر فوق الديبارتمنت نمبر رقم الاداره. طيب هو بيجيب من جدول الموظفين، يقول لك لو فلتر لي جدول بالاداره رقم كذا هيجيب لك عدد معين من الموظفين، العدد ده هات لي منهم الموظف اللي ليه ماكسيمم سالري. يبقى اول واحده بتجيب ماكسيمم سالري في اداره وزن اداره معينه. طب والثانيه؟ نفس الفكره، بس بدل ما يجيب الماكسيمم سالري بيجيب كاونت اسريكس، يعني ايه؟ عدد الموظفين 179. بتعمل ايه؟ بتديله ديبارتمنت نمبر يرجع لك اللوكيشن. يبقى هيجيبوا لك منين بقى المره دي؟ من جدول الديبارتمنت صح؟ حلو. والرابعه، رابعه حاجه غريبه قوي، عمل لك بقى كل ده معاك فانكشن صح؟ عمل ستورد بروسيدير، عمل ستورد بروسيدير.
جوه الستورد بروسيدير هينادي على الفانكشنز. تعالى كده نعملهم سريع كده حتى بايدينا. مش كده. خليك بقى معايا ركز. بسم الله الرحمن الرحيم. غششوني بقى. كرييت اور ريبليس هتسمي فانكشن. الفانكشن دي بترجع ايه؟ فانكشن بترجع ايه؟ مثلا اف ان ماكس او جيت ماكس سات دي ليها بارامتر. البارامتر اللي هو يبقى ايه؟ ديبارتمنت نمبر. سي مثلا دي نمبر ده عباره عن نمبر ودي هترجع لك ايه؟ الثيرد نمبر. عظيم الكلام؟ عظيم. حلو. نشوف بقى في بارامتر مفيش في فيريبلز مفيش نشوف. انت انا عايز اعمل ايه؟ بقول له هات لي ايه بقى؟ الماكس سيل فروم الام وير ان الديبارتمنت نمبر يساوي دي ايه؟ نمبر. دي عشان تشتغل لازم اخدها احطها فين؟ في حاجه. الحاجه دي جيت هنا رقم اعرفها ماشي يا جماعه وهاجي هنا اقول له ايه؟ ريتيرن مين؟ ليكس. سهل سهله دي حاجه خالص وفرق بين كل واحده والتانيه بحاجه زي كده. هعمل زيها كوبي قبل ما انت على ايه نتشيك ان هي شغاله اصلا قبل ما اعمل بعد ما اعمل كوبي بيست شغاله نعمل بقى كوبي كده كوبي بيست. المره دي نسميها ايه بقى؟ جت ايه؟ جت مثلا نمبر اوف اندوبيز. حلو. بتعمل ايه؟ بتعمل كذا. طيب هجيبها ازاي؟ هشيل دي واخليها ايه؟ كاونتر استريكس. ها شغال. شوف ايه شغاله ماشي. التالتة بتعمل ايه؟ بتجيب اللوكيشن بيست جت ديبارتمنت ايه؟ لوكيشن. هتجيبه ازاي؟ هقول له هات اللوكيشن. حلو. ممكن اجيب كمان الدي نيم لو انا عايز زي ما هو كده عامل تقريبا هنا وبيحطه في اكس واي اكس واي. فهو معرف اكس مش هنا بقى. هو في حاجه اتقالت؟ حاجه؟ عرف اكس وعرف الواي دول تو نمبرز وهيحطهم في الاكس والايه؟ والواي. لما يجي ريتيرن هيرتيرن جمله. هيقول له مثلا ريتيرن ايه؟ ديبارتمنت اكس ان مسافه يحط مين؟ خلاص فاهمين الفكره؟ قلت هقول له رجع لي حاجتين رجع لي يعني قصدي عندك تو فيريبلز اكس وواي. الاكس ده هيتحط فيه اسم الاداره والواي واللوكيشن. هيكتب لك ايه بقى؟ هيرجع لك ان الديبارتمنت طبعا دي كده المفروض دي غلط المفروض يرجع هنا ايه بقى؟ بار شار مثلا 100 سي يعني هم رجعوا 100 رجعوا بار شار 2. خلي بالك شوف الغلطه اللي انا غلطتها. احنا قلنا ان ده ملوش لينس وده كمان ملوش لينس. دي غلطه انا غلطتها. ايه اللي ليه لينس؟ دول ده ملوش ده ملوش. خلي بالك هتبقى الدنيا هتغلط. طيب فهيرجع لك الفارتشار هو عامل لك ريتيرن جمله. تشيك بقى كده ان الكلام ده مظبوط. في لسه غلطه بيقول لك اللوك غير صالح. ايه اللوك ده؟ تعالى نشوف اكس واي دي نيم لوكيشن فروم مين يا عم؟ فروم مين؟ فروم الديبارتمنت. الراجل عدى العيد. تعالى كده شغال
شغال كده. انا عندي 3 فانكشنز، ايه هما؟ واحده بتجيب الماكسيمم سالري، واحده بتجيب النمبر اوف امبلويز، واحد بيجيب لك الايه لوكيشنز. قبل ما اكمل لو سمحت هديك 3 دقايق بس تعمل فيهم ده عشان تكمل معايا. يلا اتفضل اكتبهم سريعا، واحده وبعدين كوبي بيست كوبي بيست سريعا. ماشي ايديك اهو، خلينا بنمشي ايدينا مع بعض. ده هتلاقيه 178 و 179. استاذ احمد محمد عبد الله، استاذ احمد ناصر، استاذ اسامه، استاذ بدر، استاذ بدر خلي بالك انت 4 ساعات، استاذ بدر 4 ساعات، استاذ بندر حاضر، استاذ تركي حاضر، استاذ حسن حاضر، استاذ خالد، استاذ راشد حاضر، استاذ سالم حاضر، استاذ صالح موجود، استاذ طارق موجود، استاذ طارق خلي بالك 4 ساعات، استاذ عبد العزيز حاضر، استاذ عبد الله محمد
استاذ علاء موجود. استاذ علي عمر موجود. استاذ محمد يحيى موجود. استاذ ناصر حاضر. استاذ ناصر خمس ساعات كتير قوي تو ماتش. استاذ ناصر خلي بالك خمس ساعات مع خلاص الكورس على خير. فاضل يوم واحد فاضل يوم واحد خلاص الكورس على خير. استاذ هاشم عظيم. هاجي بقى هنا هنتكاتك شويه قول والله بقى يا ريت لي بقى ايه نرجع لحبيبنا اللي سوده بروسيدير او الكريت والريبليس بروسيدير. انا بحب اسمي بالبي ار بالبي ار مثلا اندرسكور مثلا ديسبلاي اول يعني خلاص هقول display all ماشي. بعدين الايز لازمة سواء فيه او مفيش وبعد كده بجين واقفل بالان. خليك معايا ركز معايا. هاجي هنا اعرف كرسر. كرسر هسميها سي ودي هتبقى عبارة عن سجلتاية بتلف على الادارات. ماشي خلاص انا كده جبت الكرسر. بعدين وادي عند البيجين وعند الانت نعمل بقى الفوره بتاعت الكرسر. اقول له فور ريكورد هو اتعرف اوتوماتيك ان سي لوب ما انساش انت لوب. مثال عندك 179 لسه برضه ستيل 179 هعمل ايه؟ هقول له عايز انادي على الفانكشنز اللي فوقي. خلي بالك الاسماء اللي احنا مسميينها يعني عامل دي الاسم ده كنت انادي على الاسم اللي انت حسب الاسم اللي انت عامله. هقول له اطبع لي دي بي ووت سكور لاين اطبع لي الاولاني محتاج منك ايه؟ رقم الاداره اللي هو ريكورد دوت ديبارتمنت نمبر زيو تيبيكال زيو تيبيكال. هغير كل مره اسم الايه؟ اسم الفانكشن. لو عايز انت الاسم تحطه في الاول بتاع الاداره كات بيست بس تعكس لو انت عايز. الكلام ده المفروض مش جديد يعني. تعالى نشوف. قال لك عظيم. ناقص ايه؟ ناقص انه ده يشتغل. طبعا انا ممكن كمان اجي في الاخر اجي هنا مثلا واقول له من كل اداره رايي والتاني حاجه زي كده. ناقص ان احنا ننفذه. ماشي اقول له begin end ايه بقى display all صح كده. اقول له بسم الله في لسه قال لك ايه بقى؟ قال لك ايه؟ سلك مش سلك بس حسين 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 قال لك بص تعالى نشوف خطأ رقمي كاركتر مش عارف ايه كونفرجن فين؟ في الاي ان
get that location. تعالى get that location. احتمال فعلا get مش هنا, هنا مفيش. في دي اين يكون كده؟ ارجع بقى اعمل ايه؟ ارجع اشغل دي اول ونشوف في فانكشن تانية بقى فيها الكلام ده. ضرب الاول لسه قال لك end of file تم مش عارف ايه عمود سطر رقم طبعا دي مشكلة لما الفايل كده يبقى كبير. تعالى نعمل حاجة ظريفة عشان اديبج. هعمل ايه؟ بيجين واعمل ان واجي هنا اخد مين؟ اخد ده. ريتنا عملنا كده من الاول. واجي هنا اديله ايه؟ اديله 10. نشوف هنا في مشكلة ولا لا. بس في لسه مشكلة قبل ما تكمل اصلا, يعني احنا كده كملنا على ايه؟ كملنا على غلط. بيقول لك الفانكشن اللي اسمها دي ايه؟ دي فانكشن مش ايه؟ بما ان دي فانكشن يبقى علشان تشتغل لازم اعمل ايه؟ دي بي ام اس لاين. احنا فاكرين الكلام اللي قلناه عن الفانكشن, واروح واخد السطر ده كده احطه هنا صح ونشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله. مثلا يبقى الفانكشن دي ايه؟ شغاله. نعمل نفس الحركه, اروح واخد كده قط وانزل تحت دي واحده واحده كده اشوف ايه اللي شغال ايه اللي مش شغال عندك. دي اسمها ايه؟ اسمها كذا. طيب ماشي حطها هنا. حلو جرب كده شغال. دي كمان شغال. حلو خد كده قط وانزل تحت مين؟ التالت بيست اسمها كذا كوبي بيست شغال كده. يبقى الغلطه فين؟ في الفانكشن دي. هي دي لسه كاركتر تو نمبر. كاركتر تو نمبر تعالى شوف ايه موضوع الكاركتر تو نمبر. الاكس الواحد الاكس نمبر واحد. الاكس الاكس مش نمبر, الاكس نيم صح. فدي تبقى مثلا هقول اديني نفس الداتا تايب بتاع مين؟ الديبارتمنت دوت الدي نيم ايه؟ طيب خلاص. حلو نجرب كده على كومبايل وتعالى شغل كاركتر تو نمبر لسه. الواي الواي دي الواي لوكيشن اللوكيشن نيم لوكيشن نيويورك صح. اللوكيشن كمان مش اي دي صح. اللوكيشن نفس الموضوع اقوله ديبارتمنت دوت ايه دوت لوكيشن ويديني الايه الطيب. تعالى شغل واروح منفذ. قال اتنفذت. تنزل تحت تروح منفذ تشيك ديبارتمنت اكونتنج نيويورك. عظيم عظيم. لو انا جيت بقى دلوقتي قلت له شغال لي دي. بص بقى قال لي بالنسبه للديبارتمنت بتاع الاكونت اللي موجوده في نيويورك ايه ال 5000 دي؟ الماكسيموم سالري. هو مين ده؟ عدد الموظفين فيها 3000. انت ممكن طبعا تحسبها تكتب نمبر او
كذا يعني انت تحسن بقى الرساله. هيروح ناطط بعد كده على مين؟ الاداره اللي بعديك، بعدين الاداره اللي بعديك، بعدين الاداره اللي بعديك، وهكذا. انا كده المثال ده ظريف في ايه؟ ليه عملته؟ لان في ستود بروسيدير وفي فانكشن وفي كيرس، عشان كده مثال ده كده هكمل. طيب بالمرة بقى لو انا عندي اي فانكشن من دول عايز الغيه هعمل ايه بالمرة؟ هقول له دروب الفانكشن اللي اسمها كذا. لو انا عايز اجيب تفاصيلها هقول له select asterisk from user source where ان النيم يساوي ايه بقى الفانكشن دي، بس تكتبها ايه؟ كابيتال ماكس سيت. اوكي، خلي بالك ان الجدول ده فيه سودو بروسيجرز وفي فانكشنز وفي تريجرز وفي باكجز. بس طب لو انت عايز تجيب تفاصيل جدول، تفاصيل فيو، تفاصيل سيكونس، تفاصيل اي حاجه تاني، لا ده بتيجي بقى من حاجه تانيه اسمه سيلكت asterisk from user objects. خلاص، بس برضو الفانكشن والستود بروسيدير موجودين هنا. طب امتى احتاج ان انا اجيب الفانكشن بتاعتي من اليوزر اوبجكت؟ لو انا كنت مثلا عايز اعرف معلومه اضافيه زي تاريخ انشاء الفانكشن دي، دي حاجه مش موجوده في اليوزر سورس. يعني ممكن اقول له وير ان الاوبجكت نيم يساوي الكلام ده، بص هنا ادي الاوبجكتس كلها. لو انت بصيت هتلاقي التفاصيل هنا كتير قوي، في حاجه منها اسمها ايه؟ اوبجكت تايب. هتلاقي ان الفانكشن موجوده فين؟ موجوده فيه، موجوده مع حاجه ثانيه مهمه قوي اللي هو ايه؟ الكرييت ديت. اتكريت امتى بقى الفانكشن دي؟ دي مش موجوده عادي في اليوزر سورس، موجوده هنا. بس انا عايز اعرف ليه انا كاتبها فانكشن جيت ماكس سيلكت. فالفانكشن دي احنا كريتناها بقى امتى؟ قال لك 15 مش عارف ايه، طبعا التاريخ دي ايه كده؟ ما اعرفش ايه التاريخ ده. خلاص؟ ده التاريخ وده التايم ستامب بتاعه بشكل كامل. اوكي؟ يبقى انت لو انت عايز تاريخ انشاء الفانكشن او سودو بروسيدر او تريجر يبقى لازم تروح للجدول بتاع الايه؟ اليوزر اوبجكت، او لو عايز اوبجكت فيما عدا التريجرز، فيما عدا سودو بروسيدرز، وفيما عدا الفانكشن. خلاص يا جماعه؟ خلاص؟ في مثال هنا ظريف برضو تعالى نعمله. قبل كده من شويه قبل البريك شفنا ان انا ممكن احط ستود بروسيدير جوه ستود بروسيدير، صح؟ طب هل ينفع احط فانكشن جوه ستود بروسيدير؟ الاجابه اه. تعال نشوف. انا عامل ستود بروسيدير بقول له جيت انفو، بياخد البارامتر بتاعه رقم الاداره. لو نزلت تحت هتلاقي ادي البيجين والاند بتوعه، كل اللي بيعمله انه بيطبع. بس بيطبع ايه بقى؟ بيطبع حاجه اسمها جيت دي نيم وحاجه اسمها جيت افريج. ايه بقى جيت دي نيم وجيت افريج؟ يعني انت لو شفت الفاريبلز هنا مش معرف فاريبلز، لكن معرف تو فانكشنز، واحده اسمها جيت دي نيم واحده اسمها ايه؟ جيت الافريج. يعني الستود بروسيدير بيطبع الراجع بتاع مين؟ بتاع الفانكشن. طب الفانكشن دي بتعمل ايه؟ معرفش، تعالى نشوف. ادي فانكشن اسمها جيت دي نيم، بتعمل ايه؟ بقول له هات لي اسم الاداره
حطه في الفيريبل ده، وده من جدول الادارات، بحيث ان رقم الاداره هو رقم الاداره المبعوث بره للاستود بروسيدجر. احنا قلنا ان اللي جوه شايف اللي ايه اللي بره، فالفانكشن اللي جوه شايفه الاستورد بروسيدجر اللي بره. فلما نادي على الفانكشن دي الريتيرن بتاعها هيبقى ايه؟ هيرجع لي ايه؟ اسم الاداره زيها بالظبط. دي فانكشن، دي بترجع ايه؟ بترجع لي متوسط المرتبات لاداره معينه. اني اداره؟ الاداره اللي مبعوثه هنا. فلما يجي هنا تحت اخونا ده يطبع، هيطبع بناء على ايه؟ بناء ان انت لما جيت تنادي الاستوديو بروسيدجر قلت انا عايز اداره رقم 10 مثلا، فيجي الاداره رقم 10 يطبع لها اسم الاداره ويطبع لها متوسط الايه؟ متوسط المرتبات. صعب؟ كنت صعب؟ نعملها بايدينا؟ نعمل بايدينا؟ انا بس خايف ان احنا ما نلحقش نخلص. خايف بس ما نلحقش نخلص. واخر حاجه دي هعملها في ايدي بعد كده بقى. طيب تعالى هعمل كريت، غششوني بقى. كريت اول ريبليس بروسيدير معين سميه بي ار ديسبلاي مثلا انفو، وده هنا ده بياخد ايه؟ رقم اداره معين. عظيم. هعرف فيه شويه حاجات، بعدين هعمل بيجن واعمل كل اللي انا هعمله فيه ان انا ايه؟ اطبع. اطبع ايه؟ اطبع الخارج بتاع فانكشن معينه، يعني هتلاقي فانكشن 1 الخارج بتاعه هروح طبعا بس. وبعدين كوبي وادي الفانكشن 2. طبعا دول لسه انا ايه ما عملتهمش، تعالى بقى نعملهم. قلت له والله انا هعمل كرييت. بص بقى هنا ملحوظه جامده جدا، بص على صفحه 181 معايا، ودي نسيت اقولها لما دخلنا الستورد بروسيدر جوه الستورد بروسيدر. الستورد الحاجه اللي فوق اللي من بره لما تيجي بتكريتها بتكتب ايه؟ كرييت اور ريبليس. طب واللي جوه فيه كرييت اور ريبليس فانكشن؟ بص كده مفيش. يبقى الحاجات الداخليه ما بنقولش كرييت اور ريبليس، بنكتب على طول ستورد بروسيدر الاسم مشتغل او فانكشن الاسم بيشتغل. فاهمين قصدي؟ يعني بص يا جماعه دلوقتي انا كنت دلوقتي المفروض انا اعرف ايه فانكشن جوه الستورد بروسيدر، مش هكتب اقول كرييت اور ريبليس فانكشن اف 1، هقول ايه؟ على طول. فاهمين الفرق؟ نفس الموضوع لو الستورد بروسيدر جوه الستورد بروسيدر. خلي بالك خلي بالك خلي بالك ان انت من جوه السيكوال من جوه التول بتاعتك تقدر تنادي على الاستوديو بروسيدر اللي اسمها ايه؟ بي ار ديسبلاي انفو. مش من حقك انك تنادي على مين؟ مين اللي نادي على فانكشن 1؟ بس دي برضه ملحوظه مهمه. يبقى مين بينادي على الدوائر الداخليه والاجراءات الداخليه؟ الاجراء الايه؟ الحاوي الكبير، هو بس من حقه. خلاص؟ بيجن. طبعا مش فاهم يعني، خليها ايه فاهم. ماشي، محتاجين بس نقول بس نجيب الريتيرن ايه. هترجع لك ايه الفانكشن دي؟ انت عايز ترجع لك فورتشر، بعد كده ايز، بعد كده بيجن، بعد كده احنا قلنا الايز سواء انت هتعرف فاريبلز او مش هتعرف، بجميع الاحوال ايه؟ لازم تحطها. انت عايز تعمل هنا ايه بقى؟ بتقول له سيلكت الدي نيم فروم جدول الديبارتمنت وير، ان الديبارتمنت نمبر هي الدي نمبر اللي مبعوثه هنا. خد الهلومه دي حطها فين؟ في في دي نيم في فاريبل، وتيجي تروح معرف هنا الفاريبل ده دي نيم، وده عبارة عن فورتشر 2 مثلا.
لو كان اكبر او اصغر وانت خايف بتروح ايه؟ بتراعي دماغك وتقول والله هات لي نفس الداتا تايب اللي موجوده في الجامعه. خلاص؟ زيها بالظبط. عايز اعمل بقى مين؟ الفانكشن 2. المره دي الفانكشن 2 هترجع لي، عايز هترجع ايه؟ قلت له هات لي، هو هنعملها من اول وجديد مشكله، نشيل. عايزه يرجع ايه؟ قلت له سيلكت افريج سالري من جدول الموظفين، وير وير ايه بقى؟ ان الادارات بتاعت الموظفين اللي هتجيب لهم الافريج دي تكون ايه؟ دي نمبر، والهلم دي حطها لي انتو مثلا في ام جي سالري. واخد ده واحطه هنا، وده اكيد عباره عن ايه؟ نمبر. خلاص يا جماعه؟ فاهم المثال؟ المثال مفهوم؟ برضو؟ نو واي. طب اعمل ايه بقى؟ اروح على الجزئيه الثانيه. الجزئيه قول لي انت عايز ايه وانا اعمل. طب ايه رايك تشرح حتى؟ الفكره ان دي اكتشفتها ان هي حلوه يعني، واحنا بنتعين بين إيه كده وانا معاك. قول لي دي بتعمل ايه؟ بعرف انا ايه؟ ليه بياخد مني بارامتر من اليوزر اسمه ايه؟ دي نمبر، وعرفت جواه ايه؟ فانكشن وفانكشن تانية، واحدة اسمها وان والتانية اسمها تو. وادي البيجين والاند بتاع الايه؟ سيدو ريسيدر اللي بره. هتبع مرة فانكشن 1 ومرة فانكشن 2. فانكشن 1 بتعمل ايه؟ بتجيب ايه؟ اسم الاداره وبترجعه. طبعا مش بترجعه، هنا ناقص حاجه. ايه اللي ناقص؟ ان انا اقول له ايه؟ ريتيرن الايه؟ دي نيم. محدش قال لي، محدش نبهني. وهنا اقول له ايه؟ ريتيرن بقى مين؟ الفي افريج سيت. فمره بتجيب اسم الاداره، ومره بتجيب متوسط المرتبات في الاداره، بترجعهم فبتضحك. فهمت الفكره؟ فاهمين كده يا جماعه الفكره؟ باينه شويه؟ اعملها. اشتغل. مثال ده عندك صفحه 181. تاني يا جماعه علشان بس اتاكد ان انتوا قبل ما تكملوا، لو انا دي فانكشن دي اللي جوه عملتها كوبي وعملت لها بيست وعايز اخليها ستاند لون يعني تشتغل لوحديها، ايه اللي هيتغير؟ حد يقول لي ايه اللي هيتغير فيها؟ ان هنا يكتب ايه؟ كرييت اور ريبليس. وبعدين خلي بالك ان هي محتاجه بقى ساعتها الايه؟ انا جاي لك بالعكس اهي، محتاج البارامتر. خلينا اقول له ايه؟ ان الدي نمبر، وده عباره عن مين؟ النمبر. خلي بالك الناس بالنسبه للفانكشن ممكن تديها قيمه افتراضيه. دي برضه معلومه جديده. ممكن اديها قيمه افتراضيه. يعني لما يجي ينادي عليها، لما يجي هنا ينادي عليها، يفترض ان انا هعمل ايه؟ بيجن اند، واروح قافل واجي هنا اقول له دي بي ام اس انا عايز اطبع لي اي حاجه. طبعت لك السطر ده مثلا عظيم، هروح شايل ده واقول له بالنسبه للفانكشن دي كوبي بيست. لو انا سكت كده هتشتغل ليه؟ هتشتغل بناء على ان هي كام؟ 10. لكن لو عايز اغيرها غيرها، ساعتها خليها مثلا 30. فاهمين الفكره؟ فممكن اديها قيمه افتراضيه، لو انت ما اديتش هتشتغل بناء على القيمه الافتراضيه. خلي بالك من النقطة دي. القيمة الافتراضية دي هتلاقيها في صفحة 182. طيب بالمرة
ركز معايا بقى في النقطه دي كمان، محاولين الحاجات اللي التفاصيل اللي بين السطور كمان في التابول. جيت هنا بعد فانكشن 1 عملت حاجه عجيبه جدا، كتبت له كده هيعمل ايه؟ شايفين؟ شايفين؟ المفروض ان هو كان يطبع فانكشن 1 بعدين يطبع فانكشن 2 صح؟ بينهم قلت له ايه؟ ريتيرن. يعمل ايه؟ لا في الستورد بروسيدير، لو انت شغال في الستورد بروسيدير وقلت ريتيرن يعني بقول له ايه؟ اطلع اخرج. فمعنى كده انه هينفذ دي وهيخرج فمش هينفذ دي. خلي بالك. طبعا دي عشان تعملها غالبا بتبقى عاملها بناء على شرط. يعني لو هو مثلا سي ان هو باعت لك هنا رقم صح؟ فانا عايز لو هو باعت لي رقم 10 انفذ بس الاولانيه، اي حاجه ثانيه اروح منفذ الاثنين. فممكن اقول له والله لو كان مثلا سي اف ان الديبارتمنت نمبر دي مالها تساوي 10 زين ايه؟ فاهمين قصدي؟ يبقى حاجة زي كده دايما بناء على شرط معين. خلاص؟ يبقى الريتيرن والستودو بروسيدير لو اتنفذت تطلعك بره. والفانكشن مش الستودو بروسيدير، الفانكشن ممكن تاخد قيمة افتراضية. هذا بارامتر يعني. حاول تنفذ الأمثلة دي معاك 10 دقايق، اديك 10 دقايق بكرة. واي في السحب عشان نكمل في اخر بند معانا. الناس اللي طالعه من الكورس حاسه ان هي فاهمه، يا ريت تمارس، يا ريت تمارس. اللي طالع من الكورس حاسس يعني في حاجات فاهمها ومش في حاجات مش فاهمها، ما يأس. مره تقرا الكتاب والثانيه والثالثه، لغايه لما تصرف كل حاجه. الميل بتاعي مع حضراتكم، اي حد هو بيقرا عنده مشكله يبقى
بس دايما بحاول كمان الاجزاء اللي هي الشرح تبقى قبل الصلاه بعد الصلاه، بحس يعني ان بقول بالغيب كتير، فدايما بعد الصلاه ايه كتاب التمارين خلاص يعني بقى اسلس يعني خلاص، يعني ايه العقل مش متقبل قوي كده، فنحاول معلش نخلص الجزء الباقي وبعدين يعني لو في اي اسئله في اي حاجه حد عنده مشكله او حاجه، وبعدين نخلص كل التمارين القديمه والتمارين اكسرسايز بتاعت امبارح بتاعت النهارده. خلينا نخلص الجزء ده، هكمل الاساسي بتاعه بكره، بس النهارده هناخد كده عنه انتو. طيب كل الكلام ده عظيم، انا عملت شويه سودو بروسيجرز على شويه فانكشنز حلو جدا، عايز احطها بقى ايه زي الشغل بتاعنا في الويندوز، عندك شويه ملفات بعد شويه بتحس ان الملفات بتكتر، فتيجي تروح حاططها في ايه فولدر، بتقول ده الفولدر بتاع الموفيز، ده بتاع الشغل، ده بتاع عندي عيل صغير طفل صغير، فده الكرتون بتاعه، وهكذا. فكانك بتقسم شغلك وتحطه في فولدر كده. فاحنا عندنا حاجه مشابهه لمعنى الفولدر، حاجه بنسميها باكج، عايز احط شغلي باكج. الشغل ده قد يكون شويه فيريبلز، قد يكون شويه سيلو بروسيجرز، قد يكون شويه فانكشنز، وهكذا. هو ده كله حاطه في باكج واحده، بحيث من يعني لما اجي عايز اكسس الهلومه دي كلها اكسسها من ايه؟ من خلال الباكج. فتعالى نكري الباكج ونحط فيها شويه ستورد بروسيجرز وفانكشنز وننادي عليها. بس يبقى كده خلاص. قلت له كرييت اور المثال، لو انت عايز تمشي معايا انا بس بغير المسميات، دايما بحب اغير المسميات شويه. اللي انا هشتغل عليه مثال صفحه 191 و194 شغلتين مع بعض. هقول له كرييت اور ريبليس، ايه بقى المره دي؟ لا فانكشن ولا سيتو بروسيجر، المره دي باكج. سمي الباكج الاسم اللي انت عايزه، انا ممكن اسميها باك مثلا اندرسكور، دي بتتعامل مع الكوميشنز، دي الكوميشنز او العمولات، فاسميها باك كوم. عظيم. بعدين كالمعتاد is، وفي الاخر انت اذا. وفين البيجن والبيجن بقى وبتاع؟ قال لك لا لا الباكج بقى هنا هنعمل حاجه عجيبه، هنعرف حاجتين، هنعرف اسماء الستورد بروسيدجرز واسماء الفانكشنز اللي في الباكج هنا كتعريف، يعني ايه؟ اديها الاسم، قول لي انا عندي مثلا سودو بروسيدجر اسمه اكس واي زد، وعندي فانكشن اسمها دبليو، تكتب الاسماء بس. طب وبعدين تفاصيل بقى الحاجات فين؟ لا هعمل واحده ثانيه تعريف ثاني احط فيه بقى تفاصيل للسودو بروسيدجرز والفانكشنز دي. عجيبه شويه، مع الوقت هتعود عليك. فانت مثلا عايز تعمل ايه؟ خليك انت ممكن تعرف سودو بروسيدجرز، تعرف فانكشنز، تعرف فيريبلز. فانا هقول مثلا انا هعرف هنا فيريبل هسميه كوميشن، والكوميشن ده عباره عن نمبر، وهعرف فانكشن، هعرف فانكشن، الفانكشن دي انت عايز تمشي معايا بالظبط.